بداية، أكد مدير الصحة لولاية المنديا أن الوضعية الوبائية مقلقة وتضاعفت بشكل ملحوظ، حيث تسجل أكثر من 230 مريضا يوميا بالمستشفى. نتابع التفاصيل في ميكروفون محمد العروسي. نسجل ما يعادل يوميا ما يقارب يوميا في المستشفيات تاعنا المكتين بالمستشفى ما يقارب 20-30 مريض يوميا. الان رانا نسجلوا تقريبا 230 حتى 240 مريض مكتين بالمستشفى، وهذا ما استدعى اننا نكثفوا المجهودات سواء على مستوى المصالح الصحيه ولا على مستوى اللجنه الامنيه الموسعه برئاسه السيد والي وكذلك لجنه اليقظه. كل مريض يدخل المستشفى يكون لازمه تكفل طبي اكثر ودقيق جدا، وخاصه من ناحيه الاكسجين. كل مرضى اللي راهم المستشفيات يطلبوا اكسجين بصفه مستمره، وهذا الشيء اللي خلانا الان على مستوى الولايه السيد والي كان الان راه يمنحنا عن طريق قطاع التربيه هذا 30 جهاز تاع مكثف الاكسجين او ما يسمى كونسنتر الاكسجين، وهذا الشيء اللي خلانا راح نفتحوا ان شاء الله مصلحه بقدره 30 سرير على مستوى مستشفى محمد بوضيف مدية، اللي راح تخفف الضغط على 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 على, على, على نسبه استهلاك الاكسجين على المستشفى اللي تعرف نوعا ما استقرار ملحوظ في الاونه الاخيره.